تصدق كنت هروح لك شرم لولا خالي لحقني وقال لي انك في الاقصر. اللي اقوله يا ادم، هو صحيح اللي بيتقال عنك في الجرايد ده ولا ده كلام صحافة وكده؟ والله يا عربي في شوية جد وشوية كلام صحافة. أنا نفسي مبقتش فاهم أي حاجة. موضوع طويل هبقى أحكيهولك بعدين. طب يعني هو آدم فعلا وأنت صغير يعني اتربيت في أفغانستان وكده؟ أفغانستان؟ ده على أساس إن أنا وأنت مش متربيين مع بعض. معلش يا آدم اعذرني، معلش أصل أنا الجرايد عمالة تكتب عنك كتير اليومين دول فمبقتش فاهم حاجة. مش كل اللي بيتكتب في الجرايد صح. بص يا عربي، انا من الاخر كده جاي الدار عندك يومين تلاتة لغايه ما اعرف هعمل ايه وربنا يسهلها معايا، ولو وجودي هنا يعمل لك مشكله اعتبرني ما قلتش حاجه وكتاب الله ما هزعل منها. عيب عليك يا ادم يا جدع، الله ده بيتك ومطرحك. والله العظيم يا ادم لو قلت كده تاني ازعل منك. انت اخويا يا ادم وده بيتك وانا معاك في اي حاجه لو على رقبتي. احنا اخوات يا ادم. ربنا يخليك يا رب. وبعدين يا صاحبي ما تزعلش نفسك، هي بلدنا بقت كده، بقت عامله زي سوق الخضار فيها بياعين وزباين، والبياع اللي يجعجع ويعلي صوته هو اللي بيلم الزبون حواليه. الشقلبازات الغلابه اللي زي حالتنا ملهمش مكان في السوق ده. معاك حق يا صاحبي. تفتكر بقى امتى هيبقى لينا مكان في السوق ده؟ جرايه يا عاطف، انت اربعت الازازه لوحدك. في ازازه تانية عندك لو عايز. ليه؟ وانا عبيط زيك؟ انا عايز عقلي ده عشان افكر بيه، وبالطريقه اللي انت ماشي بيها دي في خطر عليك وعليا، يعني لازم تفوق وتصحصح والا هنروح في 60 داهية. تعبان اوي يا شوقي، تعبان. نام يا صاحبي نام. النومة الأخيرة إن شاء الله. معلش يا عربي، انا فلوسي خلصت وكنت بصراحه يعني جعان. عيب عليك يا ادم يا جدع، ما تقولش كده والله، ده انت في بيت اخوك يا ادم، وبعدين انا عارف ان انت يا عم جاي من سفر فاكيد هكون جعان، فعشان كده طلبت لك اكل وزمانه جاي في السكه. ربنا يخليك يا عربي. بقول لك يا ادم، انا بعد اللي انت حكيته لي ده يعني بصراحه كده اكتشفت ان انت لازم تخلع من المشاكل دي، والحل الوحيد ان انت تسافر وتريح دماغك. ناس كتير نصحوني اهرب يونان ايطاليا، بس معرفش اعدي هناك ولا عارف اروح اعمل ايه. يونان ايه ولا ايطاليا ايه ولا هجره غير شرعيه، تغرق في البحر يا ترجع مسجون. شوف يا معلم، انا هعمل معاك الصح، انت تهرب على تل ابيب. ايوه اسرائيل. ومن حظك بقى يا معلم ان انا اعرف واحده اسرائيليه عايشه في تل ابيب، اظبطك معاها يا ادم وتاخدك وتيجي خال على تل ابيب هناك. وهناك بقى يا معلم بسمع ان المصريين هناك بيتشالوا على كفوف الراحه يا مرحب. وهناك يا صاحبي احسن من البهدله دي. عارف ليه يا عربي المصريين هناك يا مرحب؟
عشان قوة مصر في ولادها. لما انت واللي زيك ولادها يروح يشتغل هناك يبقى كده بيحرموا مصر من قوتها. بعدين يا اخي انت مش فاهم ازاي انت ممكن تسمح لنفسك انك تعيش في اسرائيل. طب ودم مصر وفلسطين وسوريا ولبنان ويعلم ايه اللي جاي كمان عادي كده عندك؟ واضح عرب ان انت بقيت زي كتير قوي بقى عندهم مشاكل في النخوة. تعرف عربي؟ لولا ان انا محتاج استخبى عندك يومين ثلاثة كنت طفيت في وشك ورميتك من البلكونة. جرايه يا ادم انا مش فاهم انت زعلت ليه يا عم؟ انا كل غرض ان انا اساعدك. مش فاهم والله العظيم عارف انك مش فاهم. انا داخل انام. بتحبيني؟ ايوه. طب قد ايه؟ قد البحر وسمكاته بس والسما ونجومها بس. كفايه بقى انت طماع قوي يا سيف. احساس صعب لما تجبر نفسك على كره شخص كان بالنسبه لك العالم كله، والاصعب منه انك تكرهه وجواك بيحبه. بحبك يا زياد، بحبك زياد. وحشتيني قوي. خسارة. كنت ملكي. كان نفسي احافظ عليك. ما قدرتش. انت ايه اللي جابك هنا؟ اتفضل امشي. لا يا بطه مش همشي الا لما اعرف جبت الالف جنيه اللي اديتيها لاختي حمديه منين. انت مالك؟ يخصك في ايه؟ اللي ليكم عندي فلوس وبس، واديني بس اديها لكم. امشي بقى بدل ما اصوت والم عليك الحاره. وحسك عينك تيجي هنا تاني ولا تتعرض لي. ليه كده يا بطه؟ ليه؟ ده انا مرزوق. مرزوق حبيبك. نسيتي حبنا يا بطه؟ حبنا؟ ده كلام افلام. موضوعنا خلص يا مرزوق، وحياتي ما تتدخلش فيها ولا ليك دعوه بيا. بدل ما اعمل لك محضر وبهدلك. هي حصلت يا بطه؟ ماشي. الله يسامحك. الله يسامحك.